أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما حكم من لم يحج مع استطاعته على الحج ثم نصح في المبادرة بالحج ولم يستجب لذلك؟ هذا يخشى عليه من الكفر إذا ترك الحج مع الاستطاعة، ليس له عذر، يخشى عليه من الكفر. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. كتب عمر رضي الله عنه إلى أمرائه: من وجدتم عنده سعة ولم يحج فاضربوا عليهم الجزية، ما هم بمؤمنين ما هم بمؤمنين. نعم.